لو انت بتفكر في مشاريع في العالمين الجديده، فانا انصحك بوينتر العالمين الجديده، وده لاسباب كتير احنا هنتكلم عليها في الفيديو ده. وقبل ما نكمل الفيديو احب اقول لك، لو انت عايز تحجز اول وحده ليك في العالمين الجديده هسيب لك لينك في الوصف وفي اول تعليق، خش عليه املى البيانات وهيتم التواصل معاك حد من فريق مبيعات شركه نيو جينيريشن علشان تحجز اول وحده ليك. اولا المشروع من شركه نيو جينيريشن، والشركه دي هي اللي عامله مشروع بوتونيك في العاصمه الاداريه الجديده، يعني ليها سابقه اعمال محترمه ومشرفه. المشروع هو داخل تقسيم العالمين الجديده، يعني موقع متميز جدا. ولما بتشتري الوحده بتاعتك هيكون ليك عضويه مجانيه في نادي رونالد جاروس، وطبعا النادي ده غني عن التعريف وهو النادي الرسمي لاكاديميه التنس الفرنسيه. وبدايه استلام المشروع سنه 2026، وطبعا المشروع هيكون شغال طول السنه مش الصيف بس، وده طبعا بيميز مشاريع العالمين الجديده كلها. ولو انت بتفكر في الاستثمار فانا ارشح لك بشده المشروع ده، علشان طبعا الاسعار بتزيد كل سنه، وطبعا مع الوقت لما العالمين الجديده بتزيد في الانشاءات الاسعار بتتضاعف، وفي نفس الوقت العائد على الاستثمار عالي جدا لما تيجي تبدا تاجر الوحده دي لو انت كنت جايبها للاستثمار. بالنسبه للاسعار فيها، في وقت تسجيل الفيديو الاسعار بتبدا من 3 مليون. وبالنسبه لنظم السداد، في نظم للسداد كتير جدا، بس احسن نظام عندهم هو انت بتدفع مقدم 7% و7% دفعه بعد شهرين، وبقيه المبلغ كله بيتقسط على 7 سنين بدون فوائد. وطبعا ده نظام جميل جدا جدا. المساحات عندهم بتبدا من 58 متر. ولما بتستلم الوحده الاستلام بيكون كامل التشطيب بالتكييفات والمطبخ، ولو الوحده بتاعتك بجاردن بتستلم الجاردن بتاعتك مزروعه كامله. وفي نهايه الفيديو بحب افكرك اني سايب لينك في الوصف ولينك في اول تعليق، عشان لو حابب تحجز اول وحده ليك في العالمين الجديده سجل بياناتك في اللينك ده وهيتم التواصل معاك على طول.